بخير مشاهدينا، بتمنى تكونوا منيح اليوم وانضميتوا لإلي بهاللحظات لحتى تتابعوا برفقتنا صحبة جديدة من اللعبة اليومية، لعبة الحظ الحلوة كتير يومي. بتمنى تكونوا حضرتوا ورقكم وتكستوا على قليلة ورقكم اليوم لليومية، إن إذا اخترتوا اليومية ثلاثة أو الأربعة أو الخمسة ما بهم، المهم تكونوا تكستوا هالورق وانضميتوا لنا لحتى تشوفوا إذا أنتم الليلة تكونوا رابحين ورابحين حلوين كمان. بداية بدي أقول مساء الخير لمندوبة وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة مريم وردي. كيفك اليوم؟ ميحة بونسوار. كيفك ماشي الحال؟ جود تمام. قاعدة على ورقتي؟ أكيد. اليوم هي خمسة، تعودنا عليكي. أكيد. تمام. إن شاء الله بتربح الليلة، وإن شاء الله كتار منكم كمان مشاهدينا يكونوا رابحين كرمال هيك. خلونا نبلش من دون أي تأخير ومثل العادة مع أول صحوبتنا ومع اليومية ثلاثة. شو معقول يكونوا أرقام اليومية ثلاثة؟ سوين قليلة ومنعرف لما رح تبلش الماشين تعمل هيدا الصوت ويبلش يبرموا الطابات. بسرعة بسرعة بالماشين، يلا هات لنشوف. رح نعطي اكزامبل اليوم، صار لنا زمان ما عطيت اكزامبل. رح نحسب مثلا 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 حبيتوا تلعبوا مثلا ب قد ما بدكم مثلا ب 1500 ليرة. 202 كثير حلوين، كثير حبوا هالرقم على فكرة. 202، ألف مبروك اللي اختاروا هالثلاث أرقام، للي بيحبوا الدوبلات كمان. وإذا اخترتوا تلعبوا هالثلاث أرقام بالدور شو يعني؟ يعني اثنين من بعد الصفر من بعد الاثنين، اضربوا المبلغ اللي دفعتوه اللي رح نحسب اليوم مثلا 1500 ليرة ب 400 مرة، يعني بتربحوا 600,000. وإذا اخترتوا تلعبوا حيا الله يعني كيف ما يطلع يطلع هالأرقام، 1500 ضرب 70 مرة لتربحوا 105,000. يلا هات لنشوف شو هن أرقام اليومية أربعة. عن جديد رح نرجع نروح صوب الماشين ونشوف شو هن الأربع طابات اللي رح يبينوا عندكم على الشاشة مباشرة على الهواء. دايما الصحوبات اليومية بتصير على ال بي سي اي من الاثنين للجمعة ليلية بهالوقت قبل الأخبار لحتى تبشركم بليلة حلوة إن شاء الله تكون مليانة ومليئة بالجوائز الحرزانة. كرمل هيك ما تنسوا كل يوم فيكم التاكسو يومية حتى من بعد الساعة 5، وبتجربوا حظكم لتاني نهار. هولي أرقام اليومية 4 5 2 0 9. إذا اخترتوا إنه هالأربع أرقام يطلعوا تماما ورا بعضهم بنفس الترتيب يعني لازم التاكسو بالدور بالدور. وإذا اخترتوا مثلا تدفعوا 1500 ليرة، 1500 ضرب 4000 مرة لتربحوا 6,000,000. وإذا اخترتوا حي الله 1005 ضرب 150 مرة تربحوا 225,000 ليرة. اللي بدفعوا فاتورة هيك هيك مش غلط، أو سوبر ماركت أو شيء ما بتفرق. على كل حال مبروك للأشخاص اللي ربحوا هالأربع أرقام، وهلأ خلونا نشوف شو هن أرقام اليومية خمسة. عن جديد على الماشين، وإن شاء الله كتار وكتار وكتار منكم يربحوا بسحب اليومية خمسة لليلة. إذا كنتوا من الأشخاص كمان اللي بيسابروا هيك كتير على نفس الأرقام، بيعطوا بيحطوا أمل كتير بنفس الأرقام، مش غلط أبداً، لأنه هالأرقام اللي عم بتحبون كتير ومركزين كتير عليهم كتير معقول يبينوا قدامكم شي نهار على هالشاشة. لا مش معقول، لا كتير مش يعني عن جد، لو فرقت معك فرقت معك على الثمانية عن جد حظ. 7 4 7 4 2 حلوين بالدور. اوكي اذا اخترتوا هالخمس ارقام مشاهدينا كثير حلوين، اذا اخترتوا هالخمس ارقام بالدور يطلعوا بنفس هذا الترتيب. وتنحسب مثلا اخترتوا تدفعوا 1500 ليره، 1500 ضرب 40,000 مره لتربحوا 60,000,000. واذا اخترتوا تلعبوا حيلا يعني كيف ما يطلعوا يطلعوا هالارقام، 1005 ضرب 350 لتربحوا 525,000 ليره. على كل حال ارقام كثير حلوين ورح نرجع نشوف النتائج معك. اوكي جرى سحب يوميه ليوم الاربعاء 20 نيسان 2016 والارقام الرابحه هي: لسحب يوميه 3 2 0 2، لسحب يوميه 4 5 2 0 9، واخيرا لسحب يوميه 5 7 4 7 4 2. والف مبروك لجميع الرابحين. الف مبروك اكيد. هلا اخر ارقام تبع اليوميه 5 بحرقصوا شوي عن جد فعلا، بس اللي اختارهم مبروك، اللي فقرب شوي عليهم او فرقت الارقام عليه يعني شو نقول له؟ هارد لك. على كل حال هيدي لعبة اليومية
لعبة سهلة جدا، كتير كتير سهلة، فيكم تشاركوا فيها كل يوم وتنضموا لنا حتى تعرفوا إذا أنتم رح تكونوا رابحين. نقوا أرقامكم ما بين 0 و9، المبلغ اللي بدكم تدفعوه، معكم مجال من 500 ل 3000، وآخر شيء تكسوا إذا بدكم بالدور يعني يطلعوا ورا بعض أو كيف ما يطلعوا يطلعوا. مرسي لك لوجودك معنا، ونحن رح نلاقيكم كمان بكرة مشاهدينا مثل العادة بهالوقت على الـ LBCI باليومية. أزرق غلط، خضر أسود، أسود غلط، خضر أخضر، أخضر غلط، خضر تركواز غلط، أحمر 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 مظبوط. يا حبيبي حبك جنني، لا مش جنني. يا حبيبي حبك غيرني. كل هالمصاري وأنا فاكرك مجمعتين. حسابك بطل هون، ما صار حسابك بالبيت. حسابك عنا الجمعة 10 إلى 3 المساء على الـ LBCI والـ LDC. دمى دمتك أحلى برنامج من دون شك، دمى دمتك.